بس كابتن شيماء خليني ارحب بيكي، ومجهود محترم حقيقي بتبذليه، وفكره كمان هنا زي ما انا قلت في المقدمه يعني ليكي دور كبير في اكتشاف اصلا المواهب، يعني مش سهله، وانك تختاري رياضه معينه تناسب كل شخص برضو دي مش سهله. فخلينا ابدا من هنا بفكره انك بتختاري وبعدين توديه في رياضه معينه وبعد كده نشتغل على الموهبه، يعني خلينا نعرف منك. إيه والله حضرتك بصي، احنا كنت في فريق طموح لكنوز البشريه، تعرفت على الكاتب الصحفي استاذ عبد الرحمن مؤمن عبد الحليم، فهو مسؤول متحدي اعاقه، فانا دخلت بدات ادرب معاه. من اول يوم بدات ادرب معاه هناك 3 سنين، انا اصلا كنت بدرب متحدي اعاقه في النادي الاهلي. فاتقابلت مع عماد من 3 سنين، عرفت ان هو بطل سباحه وحصل على المركز الثاني في بطوله الجمهوريه، وحاصل على المركز الاول في بطوله التنس على مستوى الجيزه. ده كل حاجه بقى، انت ما شفتش رياضه يا عماد بقى، انت هتقطعنا لو نزلنا معاك يعني نلعب صح؟ ايوه طبعا. وهو على فكره عماد عازف اصلا كمان، بيغني وما شاء الله هو عنده مواهب كتيره. فانا بدات معاهم كاراتيه، وفي على فكره ابطال كتير طبعا غير عماد، متحدي اعاقه ذهنيه وبصريه وحركيه وصم بكم، بس عماد من المتميزين، بيحضروا التمرين باستمراريه في فريق طموح لكنوز البشريه، متمكن جدا، واخد مركز اول في بطوله البطل الاولمبي كانت الجمعه اللي قبل اللي فاتت خاصه بالاتحاد المصري للكاراتيه. كان كام منافس بقى مع عماد؟ كانوا 38 مكفوفين منافس. كانوا مكفوفين واعاقه ذهنيه وكان سم. ومركز اول يا عماد انت مش سهل. اه لا انت مش سهل يا عماد. ذهبية. صح.